حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك والبداية دائما بالعناوين عيد العمال تاريخ وأهمية بظل التحديات الاقتصادية الحديثة النمو السكاني بالعراق ثروة بشرية بحاجة إلى التوظيف الصحيح قدم استقالة آخذ إجازة ما أداوم بعد خل أخلص شو اللي هاي هاي أكثر جمل نسمعها من العمال وموظفين القطاع الخاص واللي ما محصلين أبسط حقوقهم وهي العطلة بيوم عيدهم مثل هيجي أيام بكل سنة يمر علينا عيد العمال وما يتغير بالنسبة للعمال غير بس تاريخ السنوات واحد من أهم حقوق العمال وهو الضمان الاجتماعي للأسف ما محصلين ليش؟ لان هوايه شركات تستكثر على عمالها تدفع توقفاتهم التقاعديه الصندوق الضمان الاجتماعي والعامل لا حول ولا قوه هو أهمها من الروحه شويه بهذا الموضوع خلينا نجي على اخوتنا العمال بس الى مبرر يقول لك انا يا دوب اللي جاي اخذه يكفي يومي واحتياجاتي انه بطي صندوق ضمان وين راح ادبرها لذلك نشوف اكثر العمال واللي يشتغلون بالقطاع الخاص يوصل عمره لل 60 وال 70 سنه وهو ما محصل شيء وما قادر يشتغل، لذلك وين يروح؟ يروح يركض على الرعايه الاجتماعيه، ولو يحصلها لو لا، وهذا الواقع اللي نعيشه. تقرير بالارقام عن احصاءات تخص اعداد العمال وتفاصيلهم بالعراق نتابعه وبعدها نرجع. تشير الاحصائيات لوجود اكثر من 5 ملايين عامل بالعراق الحد الاعلى لاجر العامل 750 الف دينار والحد الادنى لراتب العامل 350 الف دينار اما عدد العمال المضمونين اكثر من 300 الف عامل ويوجد 14 اتحاد عمالي بجميع المحافظات وست نقابات ببغداد اهم اللي يتضمنه قانون العمل توسعه مظله الشمول باحكام القانون وتضمين معادله تقاعديه تضمن راتب تقاعدي ودفع الدوله نسبه 80% من اجور العاملين المشمولين بالضمان والسماح لاصحاب العمل بتسديد الاشتراكات لمده 90 يوم وامكانيه اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري اضافه المنح مخصصات غلاء معيشه سنويا وربطها مع التضخم واخيرا توفير تامين صحي للعمال المضمونين ويا اختلاف بيئة وطبيعة كل عمل تختلف الوظائف والمهن كل وظيفة ومهنة لها خصوصيتها ولها صعوباتها تخيلوا بعض الوظائف تسبب وفاة بالنسبة للناس اللي تشتغل بيها إحصائية لمنظمة الصحة العالمية تقول أنه أكثر من 2 مليون من البشر يموتون سنويا بسبب طبيعة المهنة اللي يشتغلوها 750 ألف وفاة بسبب ساعات العمل الطويلة و450 ألف وفاة بسبب بيئه العمل الغير مناسبه وهنا نحكي عن التلوث والهواء والماء وغيرها من الاساسيات العمل مده 55 ساعه او اكثر اسبوعيا بدون وقت راحه كافي مسبب اساسي للجهد والاصابه بامراض خطره اما اذا كان العمل ثقيل ومتواصل ووقت الاستراحه قليل هنا راح يسبب بالتاكيد مشاكل بالنسبه للعاملين مشاكل تتعلق بالجانب الصحي بالطبع اما اكثر الوظائف اللي تسبب ضغط وتوتر بالتسلسل هي سائق سيارة الأجرة الصحفي المذيع ومقدم البرامج منظم الحفلات ضابط الشرطة كابتن الطيارة مسؤول العلاقات بالإضافة إلى رجال الإطفاء ومدراء الشركات والجندي ووظيفة ثانية أنا أضيفها أعتقد أنه اللي يشتغلون بالقطاع الصحي من الوظائف المهمة والخطرة واللي تسبب جهد عالي لأن تماس مباشر بحياة المواطن خلينا نسمع وظائفكم شنو الأعمال اللي تشتغلوها ومتعبتكم لولا لا؟ فاصل وبعدها نكمل. بحسب الاحصاءات اللي اعلنتها وزاره الصحة انه العام الماضي سجل اكثر من مليون حاله ولاده في العراق. هذا الموضوع البعض اخذه من الجنبه السلبيه وانه عندنا انفجار سكاني وغيرها من هالتفاصيل. بالمقابل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه الاستاذ مظهر محمد صالح قال لا بالعكس هذا الموضوع أساسي وضروري بنمو وتطور البلد والشباب هم عماد البلد وخطة التنمية الوطنية بالأساس تعتمد على الشباب وكمية النمو السكاني المتحقق في البلد عن هذا الموضوع نستضيف في الاستوديو الاستاذ عبد الزهره الهنداوي المتحدث الرسمي بيك سارة باسم وزاره التخطيط، رحب بك استاذ عبد الزهره. حياك الله استاذ عباس مساك الله بالخير اهلا بك الله يحفظك اهلا بك اكثر من مليون حاله ولاده كوزاره تخطيط شلون تنظرون لهذا الموضوع؟ شكرا جزيلا مره اخرى تحيه لك ومشاهدي الايام حيث ما يكونون بالتاكيد دائما انا اقولها انه المجتمع هو كان حي مم. والكان الحي دائما في حاله نمو مم. اذا توقف عن النمو معناها مم. يموت مم. يعني من اي اي جسم او اي كان يتوقف عن النمو ينتهي يتلاشى فعلا فبالنتيجه عمليه الولادات وهذه زياده السكانيه مساله طبيعيه جدا مم. ولكن ربما يختلف البعض في التوصيف البعض يصفها او يوصفها بالانفجار السكاني بالضبط وحقيقه انا يعني لا اميل لهذا التوصيف بلحاظ الواقع, الواقع اللي نعيشه بحسب الارقام احنا بحسب مو الارقام مو طبعا المنطقة. ما زلنا بعيدين جدا عن منطقه الانفجار أه. كفانا الله شر الانفجارات لانه الانفجار يوصف عندما يكون زيادات نسبه الزياده مثلا كان تكون 10% فما فوق او ان يكون نتحدث عن 10 ملايين احنا شنو وضعنا؟ احنا النمو مرتفع ولكنه ليس بمنطقه الانفجار السكاني، هذه زياده طبيعيه طبيعيه شلون نقول طبيعيه او ليش نوصفها بالطبيعيه؟ طبعا اكيد بمعطيات هذه المعطيات تشير الى انه عدد سكان العراق هم 43 مليون اللي يعني بحسب تقديراتنا للسنه الماضيه 23 عبرنا 43 مليون 43 وربع تقريبا أه نصف هؤلاء نصف ال 43 مليون اللي هم تقريبا 21 او 20 مليون خلينا طيب. نقول هم في سن الزواج والانجاب مهم. اذا افترضنا جدلا ان ذول ال 20 مليون ونقسمهم على اثنين كل اثنين يكونون اسره نتحدث مهم. عن 10 ملايين اسره 10 تقريبا وهي طبعا تقريبا هذا الرقم قريب من من عدد الاسر الحقيقي اه الواقعي اللي اللي تقريبا نتحدث عن 9 9 ونص اسره ملايين مهم. اسره طيب فاذا افترضنا أن كل اسره تنجب طفل واحد بالسنه فاحنا مم. لازم عندنا زياده سنويه هي 10 ملايين اذا آه طفل واحد ولاده طبعا مم. اذا اذا زي. نتحدث عن كل اسره تنجب طفل واحد بالسنه مم. هذا الحقيقه ف... هذا عشر هذا الشيء غير موجود مم. احنا نتحدث الان نتحدث عن مليون طبعا قبل سنوات كانت اقل كنا نتحدث عن 850 الف مم. الان بحكم التراكم زياده السكانيه صارت مم. زياده الولادات اكثر يعني السنتين الثلاثه الاخيره من 20 فما فوق كانت الزياده مليون وربع مليون و300 مليون يعني من مليون الى مليون و300 تقريبا مم. العام الماضي 23 سجلت مليون ولاده مم. وهذا حقيقه ما تعلنه وزاره الصحه طبعا بالتاكيد هذه كلها مسجله طبعا اكيد آه يطرح حد. منها طبعا الوفيات ايضا مم. نحن نتحدث ايضا مم. عن ربما يعني 150 مم. الف الى 200 مم. الف وفاة, وفاه بالولاده آه لا مو بالولاده وفيات عامه بشكل وفيات عامه بالسكان مم. يعني مثلا لمختلف الاسباب فاحنا نتحدث يعني عن صافي السكان السنوي يمكن 750 الى 800 الف الصافي وهذا رقم احنا حالياً رقم منطقه جدا طيب احنا نعم. حاليا هويه المجتمع وهويه السكان بالعراق هويه شبابيه بالتاكيد احنا قد شكل نسبه الشباب اه شوف استاذ عباس اذا نقسم شرائح المجتمع احنا عندنا من صفر الى 15 سنه ومن 15 مم. الى آآ 40 آآ لا الى 60 دول يسمون يسمون النشطين اقتصاديا بحسب تعريفات وتصنيفات الامم المتحده فالفئه الطفوله والاطفال اللي هم لحد 15 سنه يشكلون 40% ممتاز تليها المرحله الشريحه مم. الثانيه او الفئه الثانيه اللي هم من 15 او 16 سنه لحد ال 60 هذول يشكلون تقريبا 57% عندنا 3% فقط المتبقي هم كبار وستين. السن اللي هم 65 سنه فما فوق اها هذولا نسبتهم كلش قليله هذه طبعا هذه الصوره أه تشير بوضوح لانه المجتمع العراقي او سكان العراق هم مم. سكان شباب ولهذا نحن نقول وفق توصيفاتنا الديموغرافيه انه بعد سنه او سنتين العراق راح يدخل بم بما يسمى بمنطقه الهبه الديموغرافيه او العهد الديموغرافي اللي يكون بعدد سكان الشباب النشطين اقتصاديا اكثر من 60% واحنا صرنا قريبين من هذا طبعا هذه تسمى هذا تسمى هذا هبه لانه فعلا هي هبه. هذا انا اسال نعم. عن الموضوع شنو اهميته بالنسبه لاقتصاد البلد بالنسبه لتطور البلد حتى بالنسبه لخطه التنميه الوطنيه اللي ذكرناها في بدايه الفقره او بدايه هذا الموضوع شنو اهميتها هذه؟ طبعا مجتمع بهذه الصوره الشبابيه بانه قادر ان يخلق المستحيل لانه يعني مجتمع منتج. وليس مجتمعا مستهلكا كما هي الحال في مجتمعات اخرى هرمه <applause> الشبابيه هذه حقيقه هي تمثل راس مال بشري ثروه هائله ولكن تتطلب ان تستثمر بنحو صحيح وسليم ينبغي ان تكون هناك سياسات اقتصاديه سكانيه تستوعب هذه الزياده وتحولها من من اعباء تنمويه الى محركات ورافعات للتنميه وهذا اللي نشتغل عليه حقيقه سواء كان من خلال خطه التنميه الخمسيه اللي الان احنا في في لمساتها الاخيره لخمس سنوات مقبله او من خلال سياساتنا السكانيه اللي حطيناها وفق الوثيقه الوطنيه للسياسه السكانيه اللي ضمنت عشر محاور تغطي حياه الانسان من الطفوله الى الكهوله من ال يعني من مرحله الطفوله الى مرحله الشباب الى الى قطاع السكن، قطاع التعليم، قطاع الصحه أيضاً حتى الفئات الهشة أخذناها من نظر الاعتبار اللي هم كبار السن والمعاقين مم. حتى التحديات المناخية والتغيرات المناخية أيضاً أخذت نظر الاعتبار المرأة وما تتطلبه الشباب في مم. شريحة الشباب وما ال... هي المتطلبات الدول... نعم. الدول اللي تعتبر هذا الموضوع أو الجهات اللي تعتبر هذا الموضوع انفجار سكاني وتاخذ بشيء سلبي أكو تجارب سابقة بهذا الموضوع يعني اليوم أكو من يقول لك انفجار سكاني إحنا لازم نحط فد إجراءات فد حد للموضوع ف اكو تجارب ناجحه بهذا الموضوع دول العالم؟ اولا خلينا نثبت حقيقه انه <applause> اي زياده سكانيه مهما كان حجم هذه الزياده حتى زياده طبيعيه حتى لو لا مو هذا اللي حتى <applause> لو كانت نسبة يعني نزيد مئة ألف بالسنه مو <applause> مو مليون فهي مشكله اذا ماكو سياسه بالمقابل هي مشكله اذا ماكو سياسه بالمقابل <applause> بالتاكيد حقيقه تجارب الدول في هذا المجال تجارب كثيره يعني اللي استثمرت براس المال البشري ونجحت بشكل كبير في كثير من دول اسيا اكو بالعكس أكو انه قلل مثلا من نسبه الانجاب أو طبعا من الان بعض وصار عند الموضوع سلبي هذه فعلا موجوده الحاله في دول اوروبا يعني أه. لا سيما دول اوروبا الاسكندنافيه أه. هذه حددوا النسل فالان صارت عندهم مشكله صاروا كبار السن هم هم القاعده السكانيه الاكبر الاكبر بالمجتمع يحتاجون الى عاله اصبحوا مستهلكين مم. اضطروا ان يستوردون عماله من الخارج حتى يمشون حياتهم لذلك أه. نشوفها موجوده بدول اوروبا مثل ما ذكرت في كندا حتى الصين الان, الـ 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 أه. الآن بدت يعني تعود الى او تغير سياساتها الديمغرافية بالنسبه لتحديد النسل النسل كانوا يفرضون على الاسره انه طفل واحد فقط، الان م. سمحوا بالطفل الثاني م. لانه بدات قاعده كبار السن عندهم تتسع صارت تقريبا تمثل بحسب اخر م. معلومه حوالي 300 مليون بدأ يصير عدد كبار السن، آه. يعني بدات تتسع صارت مؤشر هذا مو منتج اقتصاديا طبعا هذا يصير مستهلك, سر مستهلك. سر مستهلك. سر سر عالي على المجتمع يعني المجتمع لازم يوفر له متطلبات حياه، بينما اذا هو شاب لا ينتج ويمكن ان يعني يصير عنصر فاعل بالتنميه، فتجارب البلدان بهذا المجال الحقيقه هي جانبين، جانب نجحت فعلا باستثمرة الشباب واللي اللي حط السياسات تحديد النسل بدات تواجه مشكله الان، لذلك انا اقول دائما واحنا بشكل عام كسياسه ما نفكر بقضيه اسمها تحديد النسل يعني بالتشريع والقوانين، نتحدث عن قضيه اسمها تنظيم الاسره. استثمار هذه الطاقات باستثمار هذه الطاقات مم. وننظم الاسره يعني احنا نقول للاسره بسياساتنا انه يمكن انه تكتفي بطفلين مثلا مم. حتى نوصل الى ما يسمى بسياسه الاحلال، الاحلال مم. اللي هو يكون يعني الاسره الواحده تنجب طفلين وذولا في فيما بعد مستقبلا يحلون محل الابوين آه. فبالنتيجه تصير حاله من الاستقرار بالنمو السكاني. طيب احنا قلنا هويه مجتمعنا هويه شبابيه عندنا من الصفر من العمارة العفو حديث الولادة إلى 15 سنة يشكلون 40% مربوط. بالتالي هذه هذه الأرقام تتحدث كل سنة وأكو زيادة المتوسط مليون شنو المتحضر لهم شنو المتهيئ يعني كوزارة تخطيط شنو خططكم لاستيعاب كل هذه الطاقات البشرية خلي اشير لنقطتين يعني بهذا الجانب مم. النقطه الاولى انه هذه الارقام اللي نتحدث عنها بالتاكيد هي ارقام تقديريه مم. حتى آه حتى ممكن تزيد او تقل حتى نكون امام الارقام الدقيقه والحقيقية آه هذه السنه ان شاء الله 2024 نحن على موعد مع التعداد العام للسكان آه راح نحكي عنه اللي راح ينفذ معك هذا السنه زي. حتى نكون امام ارقام حقيقيه لا زائد ولا ناقص الامر الثاني انا اشرت له يمكن بشكل سريع مم. مريت عليه لذلك أنا كان رجعت له آه اللي هو السياسه السكانيه اللي آه حطينا 11 محور كل محور يغطي جانب من جانب حياة الإنسان في كل محور م. هناك سياسات وأهداف وإجراءات وهذه السياسات والإجراءات طبعا بالتأكيد مو وزارة التخطيط اللي تنفذها وزارة التخطيط ربما تقود العمل أو توجه العمل الشراكة إنما كل جهة هي معنية بجانب معين ومؤسسات الدولة لا أقصد بها فقط الحكومية حتى القطاع الخاص حتى المجتمع المدني حتى الإعلام أيضا شريك من خلال الحشد المناصرة والتأييد والإضاءة والتثقيف هذه مهمة جدا، هذه المحاور ال11 حقيقة ما تركنا فيها جانب من جوانب حياة الإنسان إلا ما وضعنا له سياسات وأهداف. يعني من الطفولة، الطفولة شنو متطلبات الطفل؟ شنو يريد الطفل؟ وضعت كسياسات وكأهداف. الصحه شنو نريد بالصحه وضعت كسياسات مم. واهداف، بالتعليم شنو نريد بالتعليم حطينا سياسات واهداف، بالسكن شنو نريد ايضا حطينا سياسات واهداف، في قضيه تمكين الشباب على اعتبار هم مثلون الشريحه الاكبر بالمجتمع، ايضا مم. هذا اخذ مساحه الاكبر بصراحه ضمن شو. هذه السياسات على اعتبار هم هم المحرك للتغيير دائما هم مم. الشباب، فأعطيه مساحه يعني بدي واسعه أنا جدا. بدينا بالتنفيذ مرحله التنفيذ بدت هسه ممكن دور وزاره التخطيط مثل ما قلت هو الاشراف. طبعاً بس باقي الجهات بدات بالتنفيذ بالتاكيد يعني هسه آه اذا احيلك مثلا الى آه محور السكن مثلا يعني مثلاً. حقيقه ما, ما نشهده اليوم هو هو تنفيذ لهذه السياسات المدن م السكنيه اللي بدينا بها ننفتح على اطراف المدن ونبني مدن سكنيه جديده بالكامل نبتعد عن المركز على كل متطلبات هذه هو تنفيذ لهذه السياسات أه. آه نتحدث عن الصحه ايضا آه ضمن الخطط حقيقه وضعنا إنشاء عشرات المستشفيات بسعات سريرية كبيرة جدا في مختلف محافظات العراق على مستوى مو على مستوى مركز المحافظة بل ذهبنا إلى القضاء وحتى إلى الناحية يعني مراك مستشفيات سعة ساعت... يعني على مستوى الناحية مثلا نتحدث عن 50 سرير على مستوى القضاء 100 سرير ثم صعودا إلى 200 و400 سرير في مجال التعليم ايضا هناك سياسات وبدات وزاره التربيه وزاره التعليم العالي بتنفيذ هذه السياسات بالنتيجه نحن فعلا يعني هي اطلقت في العام الماضي ولكن حقيقه مباشره بدات الجهات واحنا الان نترجم كل هذه السياسات حقيقه نترجمها الى خطه خطه تنمويه وهذا الخطه التنمويه يعني خمس سنوات من 24 الى 28 وصولا الى 2030 اللي هو عمر رؤيه العراق للتنميه المستدامه اللي اللي بها 17 هدف وضعتها المتحده ايضا احنا دخلنا بهذا المجال و وضعنا مجموعه من السياسات لتحقيق اهداف التنميه المستدامه اللي في مقدمتها محاربه الفقر، في مقدمتها تحسين مستوى التعليم، تحسين مستوى الصحه، السكن، الشراكة مم. الى اخره، 17 هدف كلها دخلنا بها بشكل طيب. يعني متوازن. جيد، الشباب العراقي دائما ما يقولون متاثر بمواقع التواصل الاجتماعي وملتهي ومشغول بهوايه اشياء مو مهمه مو اساسيه. من خلال هذه البرامج والدورات والتطوير اللي تسووه، شو شفتوا الشاب العراقي اليوم كوزاره تخطيط وجهه قريبه من الشباب؟ الحقيقه هذه الصوره ربما فيها يعني ظلم لشريحه مم. الشباب، احنا شاهدنا الشباب واثرهم وتاثيرهم الكبير في في رسم مسارات الحياه، مم. يعني سواء كان على مستوى السياسي او المستوى العلمي او المستوى الاداري وفي كل في كل المستويات، الشباب دائما انا قلت واقولها دائما هم يعني هم مركز التغيير. وهم أداه التغيير في في المجتمع في أي مجتمع، لذلك وصفهم بهذا التوصيف حقيقة يعني هو ظلم، قد تكون يعني الشاب أيضاً وكل إنسان أكيد عند يعني لحظات ساعات استرخاء أكيد ساعات أكيد راحة واستراحة يذهب بالتأكيد مثل هي الهوية الكاملة بس أبداً الهوية بالعكس اليوم الشباب داخلين في كل مؤتركات الحياه، اذا شوفوا القطاع الخاص فهم المحرك الاساسي، اذا شوفوا مؤسسات الدوله هم الشريحه مم. الاكبر من موظفي الدوله هم من الشباب، اذا شوفوا في فوقيه بالمناسبه حتى في مجال الابتكارات والاختراعات اليوم الشباب العراقيين صاروا يمثلون ظاهره بالتفوق في الفوز بمسابقات مم. عالميه فعلا. كبرى في هذا مم. المجال، فنتيجة الشاب العراقي حقيقه اقول مم. هو مختلف لما يمتلكه من قدرات عقلية وفكرية ممكن أن تجعله قادر على التغيير مم. والتأثير جيد التعداد السكاني خلينا نرجع له بما أنه هو الشغل الشاغل اليوم أكيد التعداد السكاني دائما ما نذكر أرقام تقريبية قلت لي أنه ممكن هسه إن شاء الله نتجاوز هذا الموضوع ونوصل إلى رقم حقيقي وبالتالي تشخيص دقيق للواقع اللي نعيشه تمام شنو آخر تفاصيل التعداد السكان؟ إحنا الآن في منتصف الطريق مم. التعداد موعده سيكون في شهر في 2011 2024 تحدد هذا تحدد انا احنا فعلا الان في منتصف الطريق خل اوصف لك الفكره جي. احنا الان اللحظه اللي بها احنا الان م. لحظه تشبه لحظه اقلاع لحظه الطائرة عند عند الاقلاع أها. يعني بعد لا يمكن للطائره ان تتوقف بعد يعني اما يعني تتفلش زيه. لا سامح الله لازم لا لا يطير بركز. فاحنا الان في منتصف الطريق آه قطعنا شوط مهم استكملنا مم. كثير من الاستعدادات آه في 20 آه هذا الشهر يعني 20 5 آه راح نكون امام التعداد التجريبي راح نختار مناطق في كل محافظه من محافظاتنا العراقيه حتى ننفذ بها تعداد تجريبي كمحاكاه لاختبار القدرات، التعداد سيكون الكتروني، بعدها راح بالعطله الصيفيه راح ندرب العدادين اللي عددهم 130 الف عداد من وزاره التربيه ومعلمين المدرسين في شهر 8 و 9 راح نكون ننفذ عمليه الحصر والترقيم اللي تتضمن ترقيم الدور وحصر الاسر وعد افرادها في كل انحاء العراق، وفي شهر ال11 ان شاء الله سنكون شعر. امام تنفيذ التعداد تعاقدنا مع شركات عالميه متخصصه لتصنيع الاجهزه اللوحيه التابلت اللي مم. نستخدمها بتنفيذ التعداد كلها الكتروني راح كلها الكتروني مم. وشركات لتصنيع لصناعه البرامجيات ويعني فعلا نحن في منتصف الطريق جيد. وهذا التعداد اكيد راح يعمم على كل وزارات ودوائر الدوله الوزارة التخطيط هي اللي تقود العمل بكل تفاصيله ولكن كل وزارات الدوله هم شركاء معنا مم. لكل جهه من جهات مؤسسات الدوله لها مهمه مم. ضمن التعداد ولكن كقياده واداره مم. هي وز... وزاره التخطيط, التخطيط اللي تقود العمل كله. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله أشكرك الاستاذ عبد الزهره الهنداوي المتحدث الرسمي بوزاره التخطيط، شكرا جزيلا. لك شكرا جزيلا. اذا مثل ما ذكر استاذ عبد الزهره موضوع الزياده السكانيه موضوع ايجابي كوزاره تخطيط تنظر له باعتبار انه هذه الوزاره هي الوزاره المعنيه برسم سياسات البلد في قادم السنوات، امر ايجابي يحتاج الى فقط الى التوظيف الصحيح وبالاماكن الصحيحه. وهذا ما تمشي عليه حاليا مؤسسات الدوله ووزارات الدوله بوضع خطط تنمويه خطط تخص الشباب لكيفيه تطويرهم في مختلف المجالات بالاضافه الى الاهتمام بالجانب الصحي والسكني وغيرها من الاحتياجات الاساسيه. اتمنى التوفيق ان شاء الله لكل الوزارات المعنيه بكل هذه المواضيع. فاصل وبعدها نكمل. هواية ناس تحب تحكي ويا مشاهيرهم المفضلين سواء كانوا مطربين، فنانين، سياسيين، غيرها من الاختصاصات وهذا صار حلم بالنسبة لهواية ناس قريبا راح تقدرون تحكون ويا كل المشاهير وين؟ بالانستغرام شلون؟ انتابعوا يا فاطمة طالب كشخص مؤثر او صانع محتوى يمكن تعتبره عمل شاق، بس يعتقد الانستغرام انه الذكاء الاصطناعي ممكن يقدم لك يد المساعده زين شلون ظهرت تقارير تفيد بانه شركه ميتا تختبر طرح ميزه على الانستغرام تسمح للمستخدمين بانشاء روبوتات الدردشه الخاصه بهم واللي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبحسب التقرير انه بعد تخصيص برنامج الدردشه الالي يمكن للمستخدمين على ما يبدو تسميته وإعطائه صورة رمزية والتحدث وياه من خلال نافذة الدردشة ومع ذلك ما موجود لحد الآن أي تطور بهذا الخصوص وما ظهرت أي تفاصيل أخرى حول هذه الميزة على الرغم من أنه إحنا ممكن ما نحصل على خيار إنشاء روبوت الدردشة بأي وقت قريب إلى أن بعض المؤثرين وصانعي المحتوى راح يحصلون عليها أولاً وتم تصميم هذه الأداة الجديدة حتى تتعامل مع الردود بالرسائل المباشرة، ومن المتوقع أنه تعمل قريباً بقسم التعليقات أيضاً، وراح تشير الرسائل بوضوح إلى أنه هي تم إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويهدف هذا الأعداد وفقاً للتقرير إلى مساعدة أصحاب المحتوى المشهورين على إدارة العدد الهائل من الرسائل والتعليقات اللي يتلقونها يومياً. هذا الأمر يسهل عليهم مواكبة قاعدة المعجبين بهم من دون ما يضحون بوقتهم. برنامج الانستغرام عند الملايين من المتابعين بجميع انحاء العالم وهو احد اكثر منصات التواصل الاجتماعي رواجا واللي تربط المستخدمين بالمشاهير المفضلين عندهم واذا تنطرح هذه الميزه راح يكون من المثير للاهتمام ان نشوف شلون يتفاعل المؤثرين ومجتمعاتهم مع طريقه جديده لاستخدام وسائل التواصل وبالختام وبعد ما سولفنا بالنمو السكاني وباعتباره ثروة بشرية كان المفروض مثل ما نوهنا بداية الحلقة أنه نحكي عن موضوع مناسبة عيد العمال باعتبارها مناسبة مهمة وأكو مشاكل هواية تخص العمال ما يخص الضمان الاجتماعي تقاعد العمال ظروف العمال الحالية كل هاي المواضيع كان المفروض نسولفها من ويا الأستاذ وليد نعمة اللي هو رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال لكن للأسف الأستاذ وليد نعمة تعامل ويانا ويا قناة الأيام الفضائية ويا برنامج من حولك بهالطريقة هذه اتصالات مستمرة أكثر من ساعة ساعتين نتصل ما رد نهائي رغم أنه الرجل رحب بالفكرة بالبداية هذا صوت الاتصال المباشر للأستاذ وليد نعمة وما رد حاولنا بأكثر من مرة وبأكثر من رقم وماكو نتيجة الأستاذ وليد نعمة يمثل خمسة مليون عامل بالعراق الاستاذ وليد نعمه يمثل 14 اتحاد عمالي بجميع محافظات العراق يا استاذ وليد اذا تمثل انت عمال العراق بهالطريقه فاسمح لي انه اقول لك انت مؤهل للتنفيذ لان اليوم اذا انت رئيس اتحاد نقابات العمال العراقي ما تلتزم لا بكلمتك ولا بموعدك ولا تحترم الشريحه اللي تمثلها ولا تجي ببرنامج موجه الى شريحه العمال والى كل الشعب العراقي والى كل الجهات المعنيه حتى نطالب بحقوق العمال، تلتزم بموعدك وياه وتظهر حتى تطالب بحقوقهم فانت مؤهل لهذا التنفيذ. لذلك نضطر احنا نختم الحلقه بهذا الاسبوع، نشوفكم حلقة جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي ومواضيع جديده ان شاء الله وضيوف يحترمون موعدهم ويحترمون الناس اللي يمثلوهم. في امان الله.